متهيألي إن ناس كتير قوي ما تحبش إنها تبقى في موقع رئيس وزراء مصر، بس إحنا أكبرنا أو هنجبر الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دريم إنه يفكر معانا. هو لو كان لا قدر الله في هذا الموقع كان يعمل إيه في مشاكل مصر الكتيرة دي؟ مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا اولا لازم اعترف انا كانت محرك كتير في مواضيع مختلفه يعني قبل كده، وكنت دايما بلاقي يعني وجهات نظر مختلفه، رؤيه الحركة عشت وانا بقالك فتره كتيره بتعاني في البلد دي، فشفت كتير من المشاكل، واحيانا بحس انه كلامك بيقول طب ما احنا لو كنا عملنا كذا، قول طب ما صحيح، طب ما احنا لو كنا فعلا عملنا كذا كان كتير من المشاكل اللي احنا بنواجهها النهارده ما حصلتش. طب خلينا نحاول مره، ربما مره 10 ولا 20 في عاده حضرتك، ونحاول نقول طيب لو كنا النهارده بس احنا بصدر رئيس جديد، بصدر حكومه جديده، بصدر برلمان جديد، لو حضرتك في موقع مسؤوليه او هتنصح من سيكون في موضع في موقع المسؤوليه نقول له ايه؟ يعمل ايه؟ يبدا بايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتقد ان اي مسؤول موجود في مكان علشان ياخد قرارات صائبه في مصلحة البلد. فلما يكون عندك مسؤول في مكان يبقى مهمته الأساسية إنه يكون دارس الموضوع أو يدرسه، وبعدين يجد النقاط اللي هي مفروض إنها تتعمل وينفذها. مشكلتنا في مصر إن إحنا بقالنا سنوات مفيش حد بياخد قرار. يعني مفيش عقوبة على الفعل السلبي. يعني تلاقي مثلا واحد مدير بنك ما بياخدش قرارات فيترقى، بعدين بعد شويه بعده مجلس اداره لانه مش غلطان في حاجه، وبعد شويه يبقى رئيس نائب رئيس مجلس الاداره، وبعدين يبقى رئيس مجلس اداره، هو ما خدش قرارات ابدا، ما غلطش. واخد بالك؟ واللي خدوا قرارات كويسين ممكن يكونوا متبهدلين في قضايا لانه هو بيحاسب على قراره الايجابي. ودي المصيبه اللي احنا فيها في مصر. المسؤول حاليا اغلب الوزراء ما كانش كلهم ما بياخدوش قرار. الكلام ده على فكره يرجع لورا سنوات طويله كمان قبل الثوره. يعني انا اخر حاجه شفتها في اخذ القرارات كان ايام حكومه الدكتور كمال الجنزوري في 99. بعد كده ما شفتش قرارات حد خدها، كلها حاجات تعويم تسويف للامر عشان ما يتواجهش باي مشكله. وبالتالي دايما تلاقي الدولة ماشية من سيء لأسوأ. يعني تلاقي عجز الموازنة بيزيد، الدعم بتاع المواد التموينية بيزيد، الدعم بتاع البترول والمشتقات البترولية بيزيد، وهكذا. ليه؟ لأن محدش عايز يواجه أي حاجة، فمش عايز ياخد أي قرار، فبالتالي يبقى معلوش لوم من أي حد. وطول ما الدنيا ماشية كانت ماشية، يعني إيه؟ إحنا بنقع، بس بنقع من غير ما حد بيصوت، فبالتالي محدش واخد باله، لحد ما وصلنا دلوقتي الحيطه السد. بقى احنا وصلنا لمرحله ان اصبح عندنا ديون الخارجيه يمكن قرابه 50 مليار دولار، عندك المديونيه الداخليه 1600 مليار جنيه، الموازنه بتاعه الدوله يمكن تعتبر انها اغلبها بيروح لدعم او ديون للديون، فوائد القروض اللي بتاعت سندات الخزانه اللي واخداها او مرتبات ومرتبات للناس. لو حضرتك بصيت على اي بنك ما تلاقيش في محفظته الاستثماريه قروض لحد، تلاقي اغلب الفلوس محطوطه في مشروعات الحكومه و اذون الخزانه بتاعت الدوله. مفيش تنميه، لا يوجد تنميه. عندنا في 6 اكتوبر وفي 10 رمضان والمدن الصناعيه اكتر من 2000 مصنع واقفين بسبب تعثر البنوك في انها تديهم اي تمويل. البنك مش عايز. وانا قبل كده حصل حوارات بيني وبين بعض رؤساء البنوك، وكان بقول لهم ادي للناس، يقول لك لا ادي ليه واخد مخاطره ليه؟ انا بدي في مشروعات الدوله، محطه كهرباء، خط غاز، حاجات كده، وبدي بشتري سندات خزانه وباخد فلوس وانا ايه قاعد مرتاح. ايه اللي يخليني اغامر واخد اي مخاطره؟ ودي حقيقه. حضرتك لو بصيت عايز تخلي الناس بتاعت البنوك دي تسلف، خليهم يدفعوا ضريبه على سندات الخزانه.
يعني يدفع 50% جدلا على سندات الخزانه من العائد اللي بيجي له. اه طبعا هيبطل بقى، هيبتدي يدور على مشروعات يمولها، لان من المستحيل ان دوله تفضل سد يعني عارف احنا قاعدين ايه. اه ما هو عجله لبس طاقيل دل ده. خد فلوس من الناس ودي دعم لناس تانية وده مديون لده وادفع الدين. ايوه وبعدين في الاخر مفيش فلوس. لا ده عنده فلوس ولا ده عنده فلوس ولا ده عنده فلوس. فدي مشكله الحقيقه. رقم واحد حضرتك شايف انه كتير من المسؤولين مش عايزين يتخذوا قرارات جريئه. ما بياخدوش قرارات خالص، لا جريئه ولا غير جريئه. هو انا حافي واحد من الوزراء فوجئت حد موديني ورقه لقيت مكتوب فيها ايه؟ اوافق بعد الدراسه. بعدين بقول له طب بعد الدراسه مين اللي هيدرس؟ قال لي ما احنا مش عارفين. هو وافق بس بعد الدراسه، مفيش حد يدرس يبقى ما وافقش. يعني طب يعني هل حضرتك شايف ان دي مساله مؤقته؟ ولا لا انا اعتقد اصل الموضوع ده بقى له اكتر من 10 سنين الحقيقه. موضوع بقت ثقافه عند المسؤول. كل مسؤول، وهتلاقي ان مفيش مسؤول خد قرار الا ما راح السجن. يعني اللي نفد من موضوع عدم القرار السلبيين كلهم في مناصب اعلى. انما اللي بياخد قرار هو اللي بيروح في داهيه. فطبعا لازم يكون هناك الخلل ده يجب ان يحل عن طريق انك تعمل، طالما انه لا يوجد وراها مكاسب في اتخاذ هذا القرار فيجب ان الدولة تدعمه ان ياخد قرارات ومدينة تتحرك. دي حاجة من حاجات الهامة جدا في رأيي. هل انا مفكر مع حضرتك، هل مثلا يقول ايه انه القرارات اللي من نوعية دي القرارات الكبرى ميجا بروجيكتس، يعني مشروعات كبيرة قوي اللي فيها قرارات كبيرة، تخصيص اراضي او محطات كهرباء ولا ما ولا الكلام ده، يكون مثلا قرار مجلس وزراء ويكون لو توافق عليه مثلا من لجنة اللي مش عارف الفتوى والتشريع في مجلس الدولة يبقى خلاص حصن القرار مفروض حاجة كده. عشان انا خلاص بقى نشتغل حاليا بيعملوا كده دلوقتي. يعني انا سمعت ان هم بيعرضوا دلوقتي على مجلس الوزراء بكامل هيئته عشان مش هيسجلوا 33 واحد عشان يبقى المجلس كله وافق في مكان واحد. فهي دي بس دي برضو عطله. ما انا بقول كده ده بلد هتمشي ازاي بالطريقه دي. فانا اعتقد دي حاجه من الحاجات المهمه. في بقى حاجه مهمه، دور الشعب المصري. يجب ان الناس تطلع من السلبيه اللي هي فيها. العمل المصري الانتاجيه بتاعته بقت ضعيفه، وانا بقولها بقى لي سنوات، وانا بقول انا بجيب او جبت عمالة من الهند وبنجلاديش، الشخص فيهم بيشتغل بمقام 3 أو 4 من العمال المصريين، لان هما ما بيشتغلوش. يعني هو بيشتغل 3 أو 4 ساعات والباقي بيقعد يجد عذر، يا يصلي يا ياكل يا يعمل حاجة بحيث ان اليوم يعدي على خير ما يتعبش فيه. فدي قضية خطيرة جدا. يعني انا بقول انا بعاني منها، وكل رجال الصناعة اللي عرفهم عندهم نفس الشكوى. يعني اولا يقول لك في بطاله. صدقش الكلام ده. شوف بقى انا بقول لك اهو، ما تصدقش في بطاله. مش بطاله بالمعنى الكلاسيكي لكلمه بطاله. احنا عندنا بطاله بسبب تكاسلنا. يعني واحد عايز يشتغل، عندنا بطاله فكر، لكن هو مش لاقي شغل. لكن في حقيقه الامر ان احنا بنبعت، احنا عايزين مثلا ناس تشتغل في الامن عندنا. خد بالك، وظيفه بندي 1200 جنيه وبينقل على حسابنا وبياخد وجبه. يجي لك 30 واحد، لما تطلب 50 يجي 30، بعد اسبوع يبقوا 3، بعد اسبوعين يبقوا 1، بعد كده يا يقعد يا يمشي. ليه؟ يقول لك مش موفيه معايا. يعني ايه مش موفيه معاك؟ يقول لك مش جايبه همها. يعني حاجات دي الاجابات دي انا سمعتها انا نفسي. دي طبعا سياسه ناس مش عايزه تشتغل. فخلي بالك دي قضيه. انا في رايي ان لازم المنطق بتاع الناس يبتدي يتغير الى احترام العمل وقيمة العمل مهما كان. احنا كنا بنسافر واحنا شباب في الصيف اجازة الجامعات، بنروح اوروبا بنشتغل في اي شغلانة، تنظيف ومكوى وغسيل واي شيء بيجينا بنعمله عشان نحوش ونتفسح ونرجع مصر مبسوطين. يعني عارف كنا بنتعب ونشقى وما فيش حاجة اسمها ما ينفعش اشتغل دي او اشتغل دي. الوضع دلوقتي مش كده. اخلاقيات العمل ساعتها كانت تسمح انك تقبل اي عمل مقابل اي، يعني في مقابل اي مقابل مادي علشان تقدر تعيش وتستفيد وتطور نفسك. يعني لو سمحتش لك نهايه شغلتك وتتفسح وتاكل وتشرب وكل حاجه. يعني كان فعلا كلنا بنشتغل في كل اماكن اوروبا. يعني كان الاف من المصريين بيطلعوا في الصيف يروحوا يشتغلوا بره ويتعلموا ويرجعوا.
طب حضرتك شايف انه مساله العماله ويعني مش الكسل الذهني اللي موجود او عدم الرغبه في التضحيه او الى اخره، دي مسؤوليه مين؟ المجتمع انا في رايي ان الاهالي بيفسدوا ولادهم. يعني اصل واحد لو هو ما عندوش فعلا مصدر ياكل منه ويدفع ثمن سجايره وحاجات كده هينزل يشتغل. انما اذا كان اسرته بتوفر له المسكن والماكل وفلوس ينزل يقعد بيها على القهوه فيشتغل ليه؟ بتعلمه الكسل. يتعلموا ان هو يبقى كسلان ويقول لك يا عيني مش لاقي شغلانه وكده يعني. وحضرتك يعني عشت في الخارج فتره طويله فحضرتك عارف انه الاهالي انا ممكن يكون الاب مليونير وبيطلب يقول انزل اشتغل. انا كتير كانوا بيشتغلوا معايا كانوا طلبه وكان بسالهم اهاليهم بتشتغل في مناصب عاليه واغنياء وكل حاجه، ابوه يدفع له بس مصاريف الجامعه ويقول له بعد كده الاكل والاقامه عليك انت فلازم يشتغل. فكان بيشتغل، انا كنت عامل شركه كان بييجوا يشتغلوا عندي وياخدوا اجر يكفيهم يروح ياكل ويسكن، لكن مفيش غير مصاريف الدراسه بس. خلي بالك دي نقطه مهمه، ان الشاب هناك بيعتمد على نفسه غصب عنه. تلاقي واحد ملياردير وارن بافيت، انا شفت البرنامج حفيدته بتضطر تشتغل في ماكدونالد عشان تدفع مصاريفها. ده ملياردير قال لي لا ده تاني اغنى رجل في امريكا. وقال لحفيدته انت تروحي تجيبي فلوسك بنفسك انا مش مسؤول عنك. انت شابه وتقدري تشتغلي وتكسبي. حتى كان يومها اوبرا وينفري بتسالها تقول لها يعني هو ما ادكيش حتى مصاريف الدراسه؟ قالت لها لا ولا حتى المصاريف المدرسه او الجامعه. حضرتك سامعين بس الكلام ده مهم لانه كتير من الشباب عنده اعتقاد انه طاقته لازم يوجهها للاحتجاج او الشتيمه او انه يفتش في اخبار الناس. يا عم اشتغل الناس يعني انا مش عايز اضرب امثله. دكتور احمد ممكن حضرتك على المستوى الشخصي نعم. ما هو برضو اصل في حاجات لازم نتعلمها وبرضو نقول بعض الشباب معذورين الكلام ده ممكن كتير منهم اول مره يسمعوه. يعني ممكن حضرتك بدات غني يعني سامحني؟ لا طبعا انا سافرت امريكا كان بيخش لي دخل 300 دولار من الجامعه اللي هي المنحه بتاعه الدراسه لان انا كان عندي يعني التفوق في كليه الهندسه وسافرت عشان اعمل ماجستير الاول ثم الدكتوراه. كنت بشتغل باخد 300 دولار ده من الجامعه وبعدين كنت بروح اصحح ورق رياضيات ماثيماتكس لاستاذ يعني الدروس اللي هي بتاعت كان بيديني 3 دولار في الساعه. كان ساعتها ده المينيمم ويج السبعينيات ده كان الحد الادنى $3 في الساعه. كنت بعمل حوالي 300 دولار كمان. وبعدين المشرف بتاعي كان مخه كده يعني يحب يعمل مشروعات فقعدت انا وهو رحنا لشركه كوكاكولا قلنا لهم نعمل لكم مشروعات اختراعات كده خفيفه صغيره يقدروا يستخدموها في شغلهم. فكان بيطلع لي 300 دولار تانيين فكان باخد 1000 دولار. كنت كويس جدا وبتفسح وعايش وكل حاجه. لا بس اتعلمت حاجة مش فلوس، حاجة اتعلمت اخلاقيات العمل أيوة والابتكار والمغامره وبعدين انا كنت عملت جهاز موقيت الصلاه ده قعدت كنت بشتغل فيه فتره طويله قعدت يمكن سنتين اعمل الدراسات بتاعته لحد ما عملناه. وكان بعد اذاكر في الموضوع بتاعي الاثنين صباحا انام اصحى الساعه 7 الصبح اكون في الجامعه يعني اكون مثلا 6 اقوم واروح الجامعه واكمل شغلي وبعدين اطلع على شركتي. وانا كل ده يعني بدرس وبدرس بعمل الدكتوراه وبدرس وبتخترع وبعمل كل حاجه يعني قصدي كان عندي طموح عايز اعمل حاجه كويسه عايز انجح في شغلي عايز احقق حاجه. كان الاول احلامي ان انا اعمل 20,000 دولار اشتري بيها مطبخ من سيرز. سيرز يعني محل كبير في امريكا فتشتري الثلاجه الكبيره دبل دور وبتاع. خلصنا حوشنا عايزين نجيب بقى كنبه وبتاع لان انا كنت معيد في كليه الهندسه. عايز تجيب الحاجات دي معاك من امريكا لمصر بقى. ما كنتش واخد بالي ان انا هعيش هناك يعني في الاول. وهكذا وبعدين كل ما اعمل شغل اكتر يطلع لي ارباح اكتر فتوسع اكتر يعني عارف ايه السنة الحياه ان ربنا وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. اللي مش هيسعى في الارض ملوش نصيب.
الغرب بيشتغلوا، اسرائيل بيشتغلوا، اسرائيل اكتر ناس بتطلع يعني. بص على الهاي تكنولوجي، تلت ناس داك في نيويورك اللي هي البورصة بتاعت الشركات التكنولوجية شركات اسرائيلية، تلت البورصة كلها كلهم بقوا مليونير يعني.